مساء الخير أحبائي وأعزائي، ما زلنا ولا زلنا نتحدث. فيديو بالدموع ولذة الطفل شنودة، عرفت البهجة منزلنا. البهجة عرفت منزلنا بدخول شنودة، حاسة إنه ابن بطني. أنا ووالده مش عارفين نعيش من غيره، هو كل حياتنا. انهارت السيدة أمال ميخائيل الطفل شنودة، والدة الطفل شنودة، بالتبني في البكاء حزنا لانتزاع الطفل من حضنها وإيداعه بدار الرعاية. وقالت أمال ميخائيل خلال مقابلتنا: أنا ووالدة الطفل لا نستطيع، ووالده أيضا لا يستطيع من دونه. بعدها غادر المنزل. كان كل حاجة لينا شنودة، كل حياتنا. عمري ما حسيت إن طفل خدته من الكنيسة، حاسة إنه ابني من بطني، مش مثلا جبناه من الكنيسة. شنودة كل حاجة لينا، هو حياتنا وعمرنا. عرفت البهجة منزلنا بدخول شنودة للحياة معنا. كنا نقصد أماكن الخروجات سويا، وتغمرنا الفرحة. وشغلت قضية الطفل شنودة الرأي العام في مصر وضبط الملايين. تم إيداعه في ملجأ وإبعاده عن الأسرة المسيحية التي ربته، وكان وجد رضيعا بحمام كنيسة منذ 4 سنوات، مع عكس أن أمه قد تكون هي من تركته طالما اختارت الكنيسة لترعاه، فذلك يعني أنها مسيحية واحتضنت الطفل الأسرة المسيحية التي تنجب ربته منذ كان رضيعا. إلا أن الشرطة أخذته وأرسلته لدار أيتام، وتم تغيير اسمه بالفور من إلى يوسف واعتباره مسلم بالفطرة. هذا ما أخطرناه لكم، وإن شاء الله بإذن الله عندنا أخبار جميلة وأخبار يعني جديدة. أول تغريدة من نجل يوسف القرضاوي بعد إعلان وفاة والده. يوسف القرضاوي يعتبر الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، وكان يرأس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الاتحاد مدرج ضمن قوام الإرهاب في السعودية والإمارات والبحرين ومصر. وكان القرضاوي قد تم في تصريحات سابقة أنه لا ينتسب لأحد بل للإسلام وحده على حد تعبيره، حيث نشر مقطع فيديو في تويتر عام 2017 قال فيه: أنا لا أنتسب لأحد إلا للإسلام وحده، إلى القرآن والسنة وإلى محمد رسول الإسلام. قل إن صلاتي ونسكي ومحباي وإماماتي لله رب العالمين. وقال الاتحاد في بيان: مع القرضاوي فقدت الأمة الإسلامية عالما محققا من العلماء المخلصين الأفاضل، نسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه رحمة واسعة ويعفو عنه ويجزيه قبل الجزاء وخير الجزاء، ويذكره بالنسبة ويدخله جنة الفردوس ويحشره مع النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلم أهل وزوي محبي وزملاء الصبر والسلوان. إن نعم المولى نعم المجيب، اللهم معين. ده من ضمن التغريدة ومن ضمن الحاجات اللي كانت النهاردة. طيب، إلهام شاهين تهاجم مظهر شاهين بسبب هشام سليم. طب ليه؟ إيه السبب؟ هنعرف السبب. الحقيقة الأمر غريب جدا جدا، الأمر أصبح مليء بال